تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في حديث اليوم. لنسلط الضوء حيال عودة 50,000 لاجئ سوري من لبنان هذا العام كما ذكرت الحكومة اللبنانية، وسط غياب للمؤسسات الأممية التي من المفترض أن تتواجد لتنسيق عمليات العودة. وسيكون في النقاش أيضا ضمن عمليات التغيير الديموغرافي في سوريا، قامت الفصائل التابعة للاحتلال التركي في منطقة عفرين بالاستيلاء على أراضي الأهالي وبيعها للمهجرين من مناطق سورية أخرى. قالت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء إن 50,000 لاجئ سوري غادروا لبنان عائدين إلى بلادهم منذ بداية العام الحالي، وأشارت إلى توقعات بعودة أضعاف هذا العدد خلال سنة واحدة، فيما يدعو مسؤولون في هذا البلد السوريين للعودة إلى ديارهم. وللنقاش مشاهدينا حيال هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن بسام طبلية، محامي مختص في شؤون اللاجئين، ومن الجزائر أيضا الدكتور ميشيل سطوف ناشط سياسي، وسينضم إلينا من باريس عماد نجار كاتب ومخرج سينمائي. ولكن دعونا مشاهدينا الأفاضل نشاهد التقرير التالي ونعود للنقاش. تركوا بلادهم تحت وطأة ظروف الحرب القاسية وأصبحوا لاجئين في دول الجوار ودول ما وراء البحار، لكن الأمل لم يفارقهم يوما في العودة من جديد إلى أحضان الوطن، خاصة مع شعور أنهم باتوا عبئا ثقيلا في هذه البلدان، فيما تشير تقارير إعلامية إلى بدء مشوار العودة للبعض من اللاجئين السوريين خاصة في لبنان. وكالة رويترز نقلت عن مدير عام الأمن اللبناني عباس إبراهيم يوم الثلاثاء أن 50,000 سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان منذ بداية عام 2018، وإن العدد قد يصل إلى 200,000 خلال سنة واحدة. إبراهيم أضاف بأن الأمن العام نظم عودة 25,000 لاجئ بالتنسيق مع النظام السوري، وإن عددا مماثلا غادر لبنان طواعية عائدا إلى بلاده، لكن هذه الأعداد تبقى صغيرة مقارنة مع أعداد هائلة ما زالت موجودة في هذا البلد، حيث يستضيف لبنان 976,000 نازح سوري مسجل وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقول الحكومة اللبنانية من جانبها إن إجمالي أعدادهم في البلاد يبلغ حوالي 1.5 مليون لاجئ. المسؤول اللبناني أضاف بأن النظام السوري يتحدث عن ملفات أمنية أو قضائية في سوريا لبعض اللاجئين الراغبين بالعودة، وعلى أساسها سيتم توقيفهم، مضيفا بأنه يتم إخبار الشخص المطلوب من قبل النظام حتى يتمكن من تقرير ما إذا كان يريد البقاء أو العودة لتسوية وضعه. من جهة أخرى، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال زيارة إلى بيروت الشهر الماضي إن اللاجئين قلقون من عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري. هذا وأدت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 إلى وجود نحو 6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط، ناهيك عن أعداد ضخمة تتواجد في دول أوروبا وغيرها من البلدان حول العالم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أستاذ بسام، مساء الخير بداية، ولو بدأنا من عندك، يعني الحكومة اللبنانية تتكلم أن 50,000 لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا، بداية هل هذه العودة كانت طوعا أم بالإكراه؟ وإذا أتينا إلى القانون الدولي، بحسب القانون الدولي لا يجوز عودة اللاجئ إلى بلاده إلا إن كانت بلاده آمنة قانونا، هل تجوز عودة اللاجئين بغض النظر عن بلد اللجوء؟ تفضل. يعني يجب أن نلاحظ هنا بداية أن معظم الموجودين في لبنان هم عبارة عن عدة أقسام، منهم من سافر أو هرب إلى لبنان بسبب ظروف الحرب، وبالتالي هو لا يخشى على حياته من قبل النظام. نعم. إذن هؤلاء الناس عندما تستقر الأمور في مناطقهم أو في بلداتهم يمكن لهم أن يعودوا طواعية. الشخص، نحن لا ننسى أن لبنان ليست موقعة على معاهدة اللجوء، وبالتالي هي غير ملتزمة بهذه المعاهدة. نعم. الآن أما فعليا وحقيقة أن الذين يخشون على حياتهم من قبل نظام الأسد هم ليسوا بلبنان، معظمهم قد غادر لبنان لأنه يعلم أن حزب الله هو يتعامل وهناك اتفاقيات مع النظام، لذلك هم معظمهم غادروا من يخشى النظام.
هناك لا يزال البعض ايضا لا يستطيع ان لا يمتلك النقود او الامور الماليه التي الكافيه التي تعينه على السفر الى اوروبا او الى تركيا، لذلك بقي هناك، وهؤلاء يخافون من العوده الطواعيه الى بلادهم. ما نشاهده في الحقيقه في لبنان هو المعامله السيئه التي تضطر الانسان يعني الى التضييق به من اجل ان يغادر لبنان الى اي مكان اخر. وبالتالي يسعى هذا اللاجئ في الحقيقه الذي ضاقت به الحياه أن يجد مخرجا، سواء إلى سوريا إذا لم يكن على اسمه مطلوب خلينا نسميه، بالتالي يقوم بتخفيف نشاطه السياسي إلى العدم بحيث لا يكون معارض إلى نظام الأسد، يكون رمادي، أو أنه سوف يضطر الهرب إلى تركيا أو دول أخرى. هذا ما نشاهده من الناحية القانونية. والإجابة على سؤالك، لا تستطيع الدولة أن تعيد المواطن إلى سوريا، إلى البلد الذي يخشى على حياته بسبب نشاطه السياسي أو بسبب حالة الحرب أو لأسباب عديدة وفق معاهدة اللاجئين. ولكن ما نشاهده هو كما ذكرت بداية أن لبنان ليست موقع على معاهدة اللجوء، وبالتالي هي من الناحية القانونية بالنسبة لمعاهدة اللجوء غير ملزمة، ولكنها من ناحية أخرى بوافق فقرة بما يتعلق بالناس السوريين أو وجود الناس خلينا نقول على أراضيها، هي ملزمة، هناك التزام دولي عليها في الحقيقة من أجل حمايتهم وعدم تعرضية حياتهم إلى الخطر. تفضل. نعم، طب بالانتقال إليك أستاذ عماد، أول شيء مساء الخير، وسؤالي لكم، يعني الأستاذ بسام تكلم عن موضوع المعاملة السيئة للاجئ السوري بلبنان، وسمعنا كلنا يعني بكثرة موضوع أنه اللبنانيين لا يرغبون باللاجئين السوريين في بلادهم ويودون بعودتهم، والكل أيضا شاهد الأغنية اللاذعة والناقدة التي أثارت موجة من الانتقادات حيال اللاجئين السوريين في لبنان. وهنا السؤال، ما هي المعلومات المتاحة لديكم حيال رغبة اللبنانيين بإرجاع اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟ أستاذ عماد، في الحقيقة الصوت لا يصل. نعم، راح طب ريثما يزبط أستاذ نعم طب ريثما يزبط أمر الصوت أستاذ عماد، سوف أنتقل إلى الأستاذ ميشيل. أستاذ ميشيل، يعني هل هناك وعي من قبل الروس لهذه الظروف التي يعود بها الآن اللاجئ السوري إلى بلاده؟ الروس يعني لطالما أرادوا الاستعجال وتحريك هذا الموضوع. عفاكم الله، تحية لكم، تحية للضيوف، وتحية للجمهور المشاهدين. شكرا لكم. بالبداية لابد من القول أن قضية اللاجئين كانت مأساة بحد ذاتها، سواء كان لجوءا إلى خارج الوطن أو نزوحا داخل الوطن أو تهجير قسري وما شابه، هي مأساة كانت وما زالت وسوف تستمر، لأن اليوم يتم التلاعب بهذا الموضوع المحق والعاجل مما لا شك فيه، لكن تلاعب سياسي وليس عمل جدي لعودة اللاجئين بظروف معينة تسمح لهم بحد أدنى من الأمن ومن الحياة. الروس يعني أمرين، الأمر الأول أنهم انتصروا وأصبح الوضع آمن وهذا غير صحيح، الأمر الثاني كي يبتزوا العالم الخارجي ويركزوا على موضوع الإعمار، هذا الأمر أيضا لم يسري. لذلك تقديري أن الروس اقتنعوا الآن أن هذه الورقة لا يمكن أن تكون حصان طروادة لهم لحل إشكالات أخرى تتعلق بالأزمة السورية وأزمة الحل في سوريا، وهي ليست على الأبواب عكس ما نعتقد. يكفي النظر إلى موضوع إدلب والتفاعلات وإلى كل التطورات اليومية كي نشعر أن هذه الأزمة أزمة عميقة ولا يمكن التعامل معها بالشكل المطروح. إذا أخذنا لبنان على سبيل المثال، وحتى لو خلال 9 أشهر تم نقل أو الضغط على أو إغراء 50,000 ويمكن أن يصبح 100,000 أو 200,000 بعد عام، هل يمكن لنا أن نتصور حل لأزمة السوريين في لبنان بما يقارب 1,000,000 على مدى معين عندما يكون هناك غياب للحل السوري، الحل السوري المستدام، وليس ما يمكن أن يشبه مناطق نفوذ؟ ويكفي أيضا أن نقول أن حتى مسألة اللاجئين المهجرين حتى داخل سوريا، كيف يمكن أن يعودوا إلى قصير أو إلى أي مكان آخر وليس هناك لا من دار ولا من خيمة ولا من أمن؟ يعني المقاومات غير موجودة، مقاومات الحياة غير موجودة،
مقومات الحياه والامن. مساله الامن مساله مهمه جدا. صحيح ان السوري اذا كان في خيمه في لبنان يمكن ان يقبل ان يكون له خيمه في سوريا، شكل الذل وشكل الاهانه ويمكن ان تتغير، لكن هناك مساله الامن ايضا التي لا يمكن، لان الروس يمكن ان يكونوا جادين في مساله عوده قسم من اللاجئين. ان السلطه في سوريا تتلاعب بهذا الامر، لان موقف الاسد منذ البدايه كان ان هناك قسم كبير من السوريين لا يدافعون ولا يستحقون ان يكونوا سوريين، والبلد لمن يدافع عنها. نهينا على انه صنف منذ الاشهر الاولى ان هناك 60,000 و100,000 و200,000 ارهابي لا يحق لهم ان يكونوا سوريين. اذا الاسد لا يرغب لا هو ولا الايرانيين بعوده الناس، وخلق اشكالات على الاقل ايضا على الصعيد في الحقيقه الاتصال. هذه الجزئيه سوف نسلط الضوء عليها بشكل اكبر استاذ عماد، ولكن ضمن النقاش. بالعوده اليك استاذ عماد، اتمنى ان تكون قد تسمعني الان. انا اسمعك بشكل جيد صديقي، ولكن تمام. ارجو ان انتم تكونوا عم تسمعوني. تمام. طب استاذ عماد، يعني هناك من يرى بان كل اللاجئين السوريين الان لا يرغبون في العوده في ظل وجود النظام الحاكم، يعني خاصة القسم المعارض للنظام، بينما من يرغب بالعودة هم الموالون الذين هربوا فقط بس من موضوع الخدمة الإلزامية، والآن يعني مع انخفاض حدة ما المعارك العسكرية يعودون. كيف تنظرون إلى ذلك؟ تفضل صديقي. بدي أحكي بثلاث نقاط بشكل سريع. النقطة الأولى بالنسبة لعنصرية اللبنانيين تجاه السوريين، عشت أنا شخصيا في لبنان بين عامي 2012-2011 2012 وصلت على لبنان، وطلعت بالشهر التاسع 2014، يعني عشت أكثر من سنتين وثمانية أشهر في لبنان، لم يكن هناك أي عنصرية تمارس على أي سوري في لبنان، وكل هذا الكلام هو عبارة عن ترويج لمقولة أن لبنان محكوم من قبل حزب الله. لبنان ليس محكوما من قبل حزب الله، هناك آلاف الأدلة. من أهم هذه الأدلة أن أشهر الفنانين المعارضين السوريين الحاصلين على حق اللجوء في فرنسا مثلاً عادوا وعملوا في مسلسل معارض في الداخل اللبناني عام 2016 و2017، ومنهم على سبيل المثال للحصر ميس كاف وريم علي وجلال الطويل فارس الحلو. يعني اللي بدي أقوله أنه ببساطة لازم نوضح موقف الأخوة اللبنانيين. لبنان بلد لا يمتلك أي مؤهلات أي مقومات اقتصادية كافية لإعالة مئات الألاف من اللاجئين، إن كانوا سوريين أو إن كانوا من أي بلد في هذا الكوكب. هي أول نقطة. النقطة الثانية، لبنان غارق في مشاكل داخلية لا تعد ولا تحصى، سياسية، أمنية، اقتصادية، اجتماعية. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هناك داعي حثيث للاعتراف بأن هناك فرق ثقافي في السلوك بين السوريين وخاصة اللاجئين المهجرين من أماكن المعارضة وبين المجتمع اللبناني يا صديقي. يعني نحن علينا أن نعترف أن معظم المهجرين من أماكن الصراع في سوريا هم من أبناء الطائفة السنية ومن المتزمتين من أبناء الطائفة السنية. هؤلاء ينظرون إلى الأنثى المتحررة التي لا تضع حجاب وكأنها، يعني ما بدي أحكي كلمة كبيرة، هذا هو سبب أساسي في عدم رغبة اللبنانيين بوجود السوريين على المستوى الاجتماعي. أما المستوى الاقتصادي فكان لدينا 2 مليون عراقي نحن كسوريين بعد الحرب العراقية أو بعد الغزو الأمريكي على العراق، مع تحفظي على كلمة الغزو لأن العراقيين شاركوا في هذا الغزو. كان لدينا 2 مليون عراقي، ورأينا تذمر كارثي من الشعب السوري لأن توافد 2 مليون عراقي رفع أجارات البيوت، رفع أسعار المشتريات. فأنا لا أوافق على فكرة أن اللبنانيين عنصريين ضد السوريين، وما قالوه من أن العامل السوري يحصل على مكتسبات وعلى ما يعني امتيازات ينبغي أن تكون حق اللبناني، أنا باعتقادي هذا حقهم الشخصي. هذا أول شيء. الشيء الثاني بالنسبة لعودة اللاجئين، اليوم عندما تقول خاصة اللاجئين المعارضين، لا يوجد شيء اسمه معارض إلا من يعمل في حقل السياسي. يعني قبل عام 2011 المعارضين في سوريا والمعارضون في سوريا يعدون ببضعة مئات بضعة آلاف اللي هو بعد 2011 حدث شرخ اجتماعي ممنهج قادت إليه وسائل إعلام عربية ودولية وبعضها سورية مثل أورينت، وأنا مسؤول عن كلامي والمحطة لا تحمل مسؤولية هذا الكلام، كانت مهمة هذه المحطات الشرخ الاجتماعي. اليوم عندما يقول ضيفك الكريم أنه الأسد لا يقبل، الأسد مجرد شخص، كفى هذا النوع من الخطاب أن الأسد هو إله يقر فأتباعهم من يلحقونه بشكل أعمى. عندما استقبل الأسد
بعض أشهر المعارضين السوريين مثل لاعب كرة القدم عمر السومة واللاعب الآخر نسيت اسمه لأنه أنا ماني متابع كرة القدم، المؤيدون والحاضنة المحايدة هي من انتقدت سلوك الرئيس، كيف تستقبل شخص شتم الجيش السوري؟ ما أريد أن أقوله، المشكلة باختصار أستاذ لو سمحت، باختصار المشكلة في قضية اللاجئين السوريين مشكلة واضحة وجلية. هناك مهجرين السبب لتهجيرهم كانت الحرب، ولا معارضة سياسية ولا معارضة مدري شو. المعارضون السياسيون هم بضعة مئات، هم من تستطيع أن تقول إن لديهم رأي سياسي، أما الغالبية هم فقراء بحكم الحرب هجروا. نعم ظروفهم في لبنان صعبة كما أشرت بسبب الظروف الاقتصادية ولا ما هنالك، ولكن في المقلب الآخر لا حل إلا بعودتهم، وقد انتصر النظام. بالعودة لك أستاذ بسام، يعني الأستاذ عماد أعطانا أكثر من سبب لضرورة يعني عدم وجود السوريين بلبنان. طب يعني بعد عودة 50,000 لاجئ اليوم كما قالت الحكومة اللبنانية وقالت بأن أضعاف ستعود، هل يمكن القول بأن هذه القضية وضعت على نار حامية وسنشهد مزيد من الدفعات تعود إلى سوريا من لبنان؟ تفضل. أولا هناك الكثير من النقاط التي أثارها وبحاجة إلى الرد وأنا لا أتفق معه بها. تفضل. على سبيل المثال أعداد المعارضين لم يكن الأسد يسمح بأي رأي شخصي معارض له، إذ كان أنه يبيد كل أي شخص معارض. لاحظنا أن الكثير من المعارضين وهم مئات وليس آلاف قبل 2011 لم يستطيعوا، كانوا موجودين فعليا في السجون، وبالتالي كل من يبدي برأيه السياسي مسيره السجن. أما عندما بدأت الثورة ب 2011 لاحظنا أن السبب القمع الرئيسي هو إبداء الآراء، بسبب أن الناس أرادت أن تقول رأيهم وأرادوا إسقاط النظام، فشاهدنا القمع الأمني الماثل الموجود إلى المستمر إلى الآن. ما هو المبرر أن يكون هناك أكثر من 1.5 مليون شخص سوري موجودين على قائمة المطلوبين فقط لأنهم أبدوا رأيهم السياسي؟ يعني للأسف الشديد ما بعرف أضيفك في الحقيقة يعني نخالفه في الرأي، إذ أن النظام السوري الحالي لا يرضى بالرأي الآخر على الإطلاق، وإلا لما وصلنا إلى هذه الحالة. الرأي النقطة الثانية التي أريد أن أرد على السؤال تبع حضرتك هي أنا نعم أعتقد سوف نشاهد الكثير من السوريين الموجودين في لبنان فقط. لبنان فقط. سوف يعودون إلى سوريا، وبعض الموجودين في الأردن لأن سوف يكون هناك مضايقات. هناك سياسات خلينا نقول فرنسية ألمانية من أجل عودة اللاجئين، ولكن لن يكون هناك عودة. وين بقي أساسا؟ أستاذ عماد رح نعطيك الوقت الكافي للرد لو سمحت. لا أنا عم بسأله سؤال. أفن؟ إذا رجعوا جماعة لبنان وجماعة الأردن، وين بقي في لاجئين غير بتركيا اللي هي محتلة للأراضي السورية؟ ما بقي غير بتركيا. عفوا أنا ما عم بسمع صوت ضيفك. نعم هو الأستاذ عماد في الحقيقة يقول إن عاد اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان، وين بقي لاجئين غير بتركيا؟ هناك سوف يعود البعض وليس الجميع. يعني نعم فيما يخص الأردن أستاذ عماد هو الأستاذ قال البعض. طب أستاذ تمام وسوف يعودون يعني نسبة منيحة سوف يكون مضطرا في الحقيقة. أين سوف يعود سكان خلينا نقول حمص ولا المحافظة دير الزور ولا غيرها؟ فعليا بيوتهم مدمرة، الشوارع البنية التحتية للبلد مدمرة، أين سوف يعودون؟ طب أستاذ بسام، أستاذ بسام أنت قلت سيعود يعني عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان، ولكن هل الآن عودة اللاجئين السوريين من لبنان تتم بالتنسيق بين الأمن العام اللبناني والأمن السوري؟ هل هذا التنسيق يفي بالغرض لعودة 1.5 مليون لاجئ سوري؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل العودة سوف تكون طواعية أم إلزامية خلينا نقول، أو أنه بالإكراه؟ لو ما نشاهده على أرض الواقع هو التضييق على اللاجئ السوري أو الهارب السوري الموجود في لبنان أو موجود في الأردن. هناك بعض الأسباب التي نستطيع المبررة للحكومة اللبنانية بسبب الضغط أو الأسباب التي ذكرها ضيفك، أحيانا هي أسباب مبررة شرعية نتفهم ذلك، ولكن من ناحية أخرى نحن دول عربية، دول مجاورة لبعضنا البعض، نحن إخوة بنهاية المطاف، يجب أن نتحمل بعضنا البعض كما تحملنا الأخوة الأشقاء في العراق، كما تحملنا الأخوة الأشقاء في لبنان. لذلك يعني ما نشاهده في الحقيقة إجحاف ورد جميل، يعني نكران لرد جميل في الحقيقة ما شاهدناه، وخاصة عندما رأينا حزب الله يتمعن في الدماء السورية، وما نشاهده من تدخل سافر دعما للأسد بعيدا كل البعد عن إرادة ورغبة الشعب السوري في معارضته لهذا النظام. اسمح لي انتقل في هذه النقطة إلى الأستاذ عماد لو سمحت. أستاذ عماد إن كان لديك تعقيب باختصار بس لو سمحت، لم يتبقى لدينا كثير من الوقت. ثلاث ردود سريعة. في سؤال بس من الحقيقة، الأول أنا بس في سؤال، هل النظام جاد
في الرغبة التي أبداها حول عودة اللاجئين السوريين؟ تفضل. النقطة الأولى، أنا لم أبرئ النظام السوري ولم أقل إن النظام السوري نظام ديمقراطي يعني يفرض الورود أمام المعارضين. لا، كانت الفكرة لا تقولني ما لم أقل. أنا قلت ما لم أقل. أنا لا أسمعه. النظام السوري انتصر يا صديق، دعني أرد. النظام السوري انتصر في المعركة. لا أسمع شيء. النظام السوري صديقي انتصر في معركته، انتصر سياسيا وعسكريا وللأسف حتى أخلاقيا. هذا ليس كلام عماد نجار، هذا كلام قيادات دول عظمى دعمت المعارضة والثورة. هذا واحد. اثنين، أنا لم أبرئ النظام ولم أقول إنه ديمقراطي. النظام ليس ديمقراطيا على الإطلاق، لأن شعبنا في الأساس ليس ديمقراطيا على الإطلاق. لأن معارضتنا السياسية، أبرز رموز المعارضة السياسية مستعدة لقتل أي رأي آخر مختلف، وأنا حالة من حالات عديدة جدا تم كتم صوته حتى في المنابر الأوروبية المحايدة بتهمة أنني أشبح للنظام، بالرغم أنني قلت أن النظام قتل معارضيه تحت التعذيب، وأن النظام أخطأ وارتكب جرائم حرب عبر البراميل المتفجرة، وما زلت أنتقد النظام. ولكن مشكلتي مع كلمة الأسد، الأسد كل شخص سوري الآن موجود خارج البلاد في أمان يستطيع أن يقول كلمة الأسد، متناسيا أن وراء هذا الشخص اللي هو رئيس سوريا ملايين السوريين، ووراءه حتى الآن شرعية دولية، له مندوب في مجلس الأمن الدولي. أنا لم أبرئ النظام. بالنسبة لموضوع التضييق على اللبنانيين وعيب على مدري شو، هذا الكلام لا يصلح ولا يليق. اللبنانيون استقبلوا السوريين لمدة 8 سنوات، استقبلوا نصف عدد سكان البلد. نحن كنا 20 مليون استقبلنا 300-400 لبناني لمدة 2-3 شهور. هنين 4 ملايين مستقبلين 3 ملايين سوري لمدة 8 سنين. شو وجه المقارنة؟ شو وجه المقارنة؟ أما عن العودة الاضطرارية، لن يعود شخص من لبنان بشكل مضطر، وإلا لكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على ميس كاف وعلى ريم علي وعلى جلال الطويل اللي نازلين بسلاف عرض النظام ورئيس النظام، لم يعترض لهم أحد وكانوا يسهرون في شارع الحمراء، وكنت أنا في ذات العمل. نبقى في السؤال أستاذ عماد، في الحقيقة لا يوجد لدينا الكثير من الوقت. هل النظام جاد برغبته حول عودة اللاجئين السوريين؟ النظام جاد برغبته لعودة اللاجئين، وإنما ليست لأسباب لا أخلاقية ولا لأسباب إنسانية. النظام يعمل على قاعدة البرغمات وعلى قاعدة المصالح. لن ينال النظام الشرعية دون أن يعود الكم الأكبر من اللاجئين السوريين، ولن ينال النظام الشرعية دون أن يكون داخل الحكومة السورية اليوم تمثيل سني واضح. وهذا ما يدفع النظام للترويج لوزارة الأوقاف السنية في سوريا ليقول أنه ليس لديه مشكلة مع السنة، فهو لديه مصلحة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ضغوطات روسية، لأن روسيا اليوم تضغط بشكل حثيث لعودة اللاجئين. وللأسف الشديد أن روسيا عندما قامت بمبادرات وتواصلت مع بعض الأشخاص ومنهم على سبيل المثال لؤي حسين، وقالت إن هناك ضمانات فعلية لعودة اللاجئين عن طريق روسيا، وهي دولة عظمى وهي دولة ذات قوة في مجلس الأمن الدولي، المعارضون بدل أن يلتفتوا إلى حاجة اللاجئين للعودة، وطالما أن هناك ضامن روسي لنساعد من هو مضطر، لا أريد أن أقول من يعيش في أوروبا آكل شارب نايم عايش 5 نجوم على حساب الدم السوري ليبقى، ولكن المضطر من لبنان أو تركيا أو الأردن، عندما دعت روسيا إلى عودتهم المعارضون تركوا الدعوة، تركوا التواصل مع الروس وخونوا لؤي حسين وشتموه بأمه. تمام، وصلت الفكرة في الحقيقة. أستاذ بالعودة إليك أستاذ ميشيل، أتمنى أن تكون تسمعني الآن. نعم. عفوا دكتور ميشيل. دكتور، لماذا حزب الله اللبناني متحمس لعودة اللاجئين السوريين من لبنان من خلال نشاطه وفعاليته بتسجيل أسماء هؤلاء اللاجئين؟ تفضل. سيدي، وإن أسمع كثيرا ما تحدث فيه الصديق من باريس، يمكن أن نضع لبنان وموضوع اللاجئين في السياق الموضوعي الذي لا يسمح الحقيقة بمقاربات ذات صفة خلفية إيديولوجية مكابرة. نقطة دكتور، إذا كان ممكن في صدى فقط. أول نقطة هي أن اللاجئين السوريين إلى لبنان في بداياتهم كانوا من القصير، ولقد تم لجوهم وفرض لجوهم بأيدي بعض اللبنانيين من حزب الله بالذات. ثاني نقطة، المسألة الآن مطروحة كقضية إنسانية وقضية تمس مصالح لبنان، في حين أنها قضية سياسية بامتياز. والدليل أن الحكومة اللبنانية والطبقات السياسية اللبنانية منقسمين على أنفسهم، وتصبح قضية اللاجئين هي قضية تلاعب سياسي
ومسألة ضغط من أجل ربط العلاقات أيضا مع النظام السوري، وهذه في الحقيقة تصبح مسألة الناشئين أيضا هنا حصان طروادة لأهداف أخرى. ثالثا، لماذا كل الدول التي فيها لاجئون مثل الأردن، العراق، تركيا والعالم الخارجي بكامله لم يطرح هذه القضية ولم تتم لها مقاربة كما تم من قبل بعض السياسيين اللبنانيين كي نصل إلى أن هناك مليونين ونصف سوري في بلد عدد سكانه 4 ملايين. بسم الله، من فضلك من فضلك. نعم بسم الله، الآن يناور بهذا الموضوع أيضا لكسب سياسي داخلي كما ناور بها للتهجير، ونحن نعرف كم من اللبنانيين ومن حزب الله من أراد شراء ممتلكات الناس في القصير وبعض المناطق ضمن مشاريع ذات صفة طائفية. سوف يتحمل الشعب اللبناني والشعب السوري معالجتها لاحقا لأنها مؤذية، وإذا كان الوجود السوري للاجئين مؤذن بطريقة ما أيا كان حجم هذه الأذى موضوعي أو لا، فإن الأذى لا يعالج بأذى على الإطلاق. لا من منطق أخلاقي ولا من منطق إنساني ولا من منطق سياسي، إنما عبارة عن قرصنة من بعض السياسيين في لبنان ومن حزب الله بالذات. نعم، العودة لك أستاذ بسام، أنت راح تغادرنا في الحقيقة مع نهاية هذا المحور، راح نفك القيود عنك إن كان لديكم تعقيب أخير. بداية، الأسد لم ينتصر سياسيا، إنما من انتصر هو روسيا وإيران للأسف. الأسد قام بتدمير البلد وتسليمها للإيرانيين والروس، هذا ما نشاهده في الحقيقة. الأسد لا يملك أي قوة في هذا الموضوع، لاحظنا أن القرار النهائي هو قرار روسي. أؤيد ضيفك الذي قال السيد الدكتور ميشيل أن القرار فعليا هو يراد فعليا كسبه باتجاه خلينا نقول السياسي لأهداف سياسية، إذ أن الأوضاع غير مستقرة في الحقيقة، ولكن الأسد والروس يريدون إعطاء الانطباع أن الأوضاع مستقرة وأنها آمنة من أجل تحقيق مكاسب، سواء بالنسبة لإعادة الإعمار من جهة أو بالنسبة لجهة أنه يريد إطفاء الشرعية وأنه لا يوجد معارضين لديه، يحاول بقدر المستطاع تقليل الأعداد المعارضة بالنسبة له، وبالتالي يحاول إطفاء اللعب على سيناريو أن الآن الأوضاع استقرت والآن يعني بمرحلة إعادة الإعمار من أجل محاولة كسب التأييد السياسي للكثير وإعادة الشرعية لديه له بالنسبة للكثير من الدول. هذا في الحقيقة بعيد كل البعد، إذ أن الشعب الثائر الحقيقي لن يرضى بعودة الأسد أو بقائه. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة. بسام طبلية، محامي ومختص في شؤون اللاجئين، حدثتنا من لندن. فاصل ونواصل مشاهدينا.